للأحباب. أنا محتار يا زاهي. لماذا؟ لا أعرف أي حيوان أختار. لا أعرف أي حيوان تختار؟ نعم، أريد أن أربي حيوانا في منزلي ولا أعرف يا زاهي ماذا أختار. هل أربي مثلا كلبا صغيرا؟ الكلب صديق وفي. لا 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 لا، القطة الصغيرة أفضل، تلعب معي، ما رأيك؟ فكرة جيدة. القطة صديقة مسلية. زاهي زاهي، وجدتها. سمكة ملونة أراقبها وهي تدور وتدور وتدور وتسبح وتسبح وتدور وتدور. السمكة نشيطة، لا تتعب من السباحة. لا لا زاهي، وجدتها يا زاهي. ما هي؟ سلحفات. نعم، سأحضر سلحفات وسيكون الأمر مسليا. ألعب معها، أتسابق معها، أطعمها وأتسلى كثيرا. حسنا حسنا، لكن احذر أن تخيفها، لأنك إذا أخفتها ستخبئ رأسها داخل منزلها. زاهي، ما رأيك في الفيل؟ الفيل حيوان ضخم. ساعد نون أي حيوان يختار. أنا محتار ماذا أختار؟ أنا محتار. حيوانات الغابة تسرح تبحث عن ماء وطعام، تجري تختبئ وتمرح، تشبع ثم تنام. السعدي من تتأرجح بين أحصان الأشجار، تهرب خوفا لما تسمع زئير الأسد الجبار. حيوانات الغابة تسرح تبحث عن ماء وطعام، تجري تختبئ وتمرح، تأكل تشبع ثم تنام. الزرافة عينها تلمح فيلا من بين الأشجار، تتفق معه وتنجح على تقاسم الثمار. حيوانات الغابة تسرح تبحث عن ماء وطعام، تجري تختبئ وتمرح، تأكل تشبع ثم تنام. في الليل تسرح وتنام طول النهار، والتمساح يطفو يسبح ويصطاد في الأنهار. حيوانات الغابة تسرح تبحث عن ماء وطعام، تجري تختبئ وتمرح، تأكل تشبع ثم تنام. لدينا صور لحيوانات كثيرة. نعم، أرنب وسلحفاة وعصفور. صحيح، هذه الحيوانات جائعة. ساعدوني لنجد الطعام المناسب لكل منها. حسنا، ماذا تأكل هذه الحيوانات يا ترى؟ سأساعدكم، فأنا أعرف الكثير عن الحيوانات. حقا يا زاهي؟ نعم. هيا هيا.
لنبدأ إذن بالعصفور. ماذا يأكل العصفور يا ترى؟ العصفور زاهي، علي أن أتذكر، زاهي يحب كثيرا بذور بوار الشمس. صحيح، ولكن هذا بلبل. البلبل يأكل بذور دوار الشمس، ولكنه يحب أيضا الخضر والفواكه كثيرا. إذا تفضل أيها البلبل، هذا طعامك المفضل. بذور دوار الشمس. والآن ماذا يأكل صديقنا الأرنب؟ أنا أرنب أرنب أرنوب، أحب الجزر أحب الجزر، يأكل الجزر يا رامي. نعم صحيح. نعم نعم، الأرنب يحب الحشائش والخضر وخاصة الجزر. الجزر طبعا. تفضل يا أرنوب، هذه الجزر لك. عندي أرنوب فنان. والآن ماذا تأكل السلحفاة الصغيرة؟ السلحفاة الصغيرة؟ هيا عنون، فكر فكر فكر. حسنا، السلحفاة الصغيرة ماذا تأكل؟ الخس؟ صحيح. معك تأكل الخس. السلحفاة تحب الحشائش، ولكن وجبتها المفضلة الخس الشهي. صحيح. والآن بقي لدينا صورة العظم الصغير، لمن سنقدمها يا ترى؟ رانيا، لصديقنا الكلب بوبو. بوبو؟ نعم، الذي يعيش في الحديقة، هل تعرفه؟ حقا؟ بوبو الجميل، الكلب الصغير. أحسنت يا نور. رانيا من فضلك هذه العظم. تفضل يا نور. نعم هذه بوبو. شكرا شكرا، إلى اللقاء. بوبو بوبو. وعالم الألعاب، سليني بالصغار قط الكبار. افتحي يا نافذتي مع لحمي أغنيتي، مع لحمي أغنيتي. والآن صديقتي القطة، ماذا سأكتب عنها؟ تذكرت، نعم نعم، هذا ظريف ظريف. زاهي ماذا تفعل؟ زاهي ماذا تفعل يا زاهي؟ أنتما هنا؟ نعم. انظر انظر، لقد انتهيت من تأليف كتابي الجديد واسمه أصدقائي المتميزون. وماذا كتبت فيه؟ كتبت عن الأشياء المتميزة في أصدقائي في الغابة. مثلا صديقتي السلحفاة عمرها 100 عام، لذلك نلجأ إليها جميعا إذا كنا بحاجة إلى نصيحة. 100 عام. نعم نعم، معك حق يا زاهي، فالسلحفاة من الحيوانات التي تعيش فترة طويلة، يصل عمرها إلى 100 سنين. مئات السنين. وصديقتي القطة. القطة. نعم القطة، نظرها ممتاز.
وهي الوحيدة من حيوانات الغابة التي ترى جيدا في الظلام. القطة القطة تستطيع أن ترى في الظلام؟ نعم يا نون. نعم. أنت متأكد؟ نعم. رائعا. صديقي البلبل. البلبل. البلبل يغني الكثير من الألحان الجميلة. البلبل يستطيع أن يصدر 20 نغمة مختلفة. كم أحب صوت البلبل. وأنا أيضا أصدر أصواتا جميلة كالبلبل. اسمعها. نعم. جميل جميل. أنا البلبل نون. أما صديقي الحصان فهو يستطيع أن ينام واقفا. ماذا؟ دون أن يتمدد على الأرض. هذا غريب، وكيف ذلك يا زاهد؟ قوائم الحصان قوية وتبقى ثابتة حين ينام. هذا غريب فعلا. نعم. تصبحون على خير. ماذا تفعلين؟ ماذا تفعل يا نون؟ نون ينام واقفا. أحاول أن أنام واقفا كالحصان. تصبحين على خير أنا. نون. بوم 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 بوم. في صندوق الألعاب أم صندوق البريد؟ هل هي خلف الباب؟ أتي من بعيد. مفاجأة مفاجأة ستظهر المفاجأة. نون زاهد. ماذا يا راني؟ قطتي قطتي. ما بها ما بها ما بها القطة ما بها القطة ما بها. أنجبت 5 صغار. مبروك يا رانيا مبروك. أصبح لدينا الكثير من القطط في المنزل. صحيح.